بناء على رغبة متابعينا والذي ظهر في نسبة التصويت، موضوع حلقتنا عن الاكتئاب أو ما يسمى بالاكتئاب الموسمي. كثير منا يعاني من الاكتئاب بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة، فبعضنا تعرض لفراق الحبيب أو لجملة خلينا اخوات، والبعض الآخر فشل في تحقيق الذات، والبعض الآخر تعثر في الدراسة أو يعاني من سوء التفاهم أو عدم القدرة على التواصل، وآخر لا يعلم لماذا هو مكتئب. أيا كان سبب اكتئابك، علاجك عندنا. ما تنساش شوف الحلقة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 مساء. أحمد السيد، دكتور أحمد تب.